بوتيرة متسارعة يتقدم الجيش الوطني في الجوف لاستكمال تحرير منطقة المهاشمة بعد سيطرته الكاملة على جبهة اليتمة. تقدم ملحوظ للجيش الوطني في هذه الجبهة بإغطاء جوي لطيران التحالف الذي بدوره شن سلسلة غارات جوية على عدة مواقع الميليشيا الانقلابية المتمركزة في مناطق مختلفة بمديرية خب والشعف شرق المحافظة. استهدفت الغارات آليات عسكرية كانت تقل التعزيزات تابعة للميليشيا في جبل بردة. وبعد السيطرة على جبهة اليتمة نفذ الجيش عملية تمشيط واسعة تمكن خلالها من القبض على 12 من عناصر الميليشيا. نتقدم بخطة محكمة بكل تقودها كل القيادات، قيادات المنطقة ومحافظ المحافظة وقيادات الألوية من المنطقة العسكرية السادسة. تمت السيطرة على منطقة اليتمة ونحن الآن نسيطر على جزء كبير من منطقة المهاشمة. وبحسب تصريحات قيادة في الجيش فإن المعركة الأخيرة أسفرت عن سقوط 30 من مقاتلي الميليشيا، فيما أدت الألغام المزروعة إلى سقوط 10 من أفراد الجيش الوطني. ككل التقدمات التي تحرزها قوات الجيش الوطني في مواجهة الميليشيا، تقف حقول الألغام التي تتركها الميليشيا خلفها بعد كل انسحاب لها عائقاً أمام إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة. تقدم الجيش الوطني في الجوف يعد مؤشراً على توسيع العملية العسكرية ليس في المحافظة فحسب، بل في جبهات أخرى كجبهات الساحل الغربي وشبوة والبيضاء وتعز ونهم في سبيل تحرير البلاد من قبضة ميليشيا الحوثي.